بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ماذا أقول وماذا أدع في صفحة الإمام علي؟ فهو كتاب زاخر، وهو تاريخ مشرق، هو نور. لو قرأت بعض سيرته لتعجبت. يكفيه فخرا أنه تربى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عينيه قبل الإسلام وبعد الإسلام. منذ أن كانت في السادسة من العمر تربى مع النبي، يأكل معه، يقوم معه، ينام بالقرب منه، يخرج معه، يدخل معه. إنه من؟ إنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، إنه الإمام، إنه الجبل، إنه أبو الحسن. وكفى به فخرا أول صبي دخل في الإسلام، بل قيل هو أول الرجال والصبيان، في هذا خلاف. علي بن أبي طالب بلا تردد دخل في هذا الدين، فلم يكن قبل الإسلام في شهوة، وما استمع إلى ما يستمع إليه الصبيان من المزامير، وما يلهو به الرجال من الخمور، وما يجلسون فيه من مجالس الحرام واللغو والباطل. علي ما مر بمثل هذا، تربى على يد النبي. لما دخل في الإسلام كان يخرج سرا مع النبي إلى شعاب مكة ليصليان، النبي مع علي يصليان في شعاب مكة مستخفيين. في مرة من المرات اكتشف الأمر من؟ أبو علي، عم النبي أبو طالب، اكتشف الأمر، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، إن أهل قريش أمروني أن أمنعك عن سب آلهتهم، فما الذي تفعل؟ فنصح النبي أبا طالب أن يدخل الإسلام، فقال أبو طالب: لا أستطيع، لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وأجدادي وما كانوا علي، ما أقدر، أنا على هذا الدين، دين الآباء، دين الأجداد. ثم قال أبو طالب: ولكن والله لا يخلص إليك بشيء تكرهه يا محمد، فعل ما أنت فاعل فلن يمسوك بسوء ولا أذى. ثم سأل ابنه: ما الذي تفعل يا بني؟ قال: أنا أصلي. يسأل من علي وعمره العاشرة، في العاشرة من العمر يصلي. قال: أنا أصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، والله لن أدع ما يفعل رسول الله. فقال له أبوه، قال: يا بني، أما إنه، يعني النبي، أما إنه لم يدعك إلا إلى خير، فالزمه يا بني، فالزمه يا بني. ظل علي بن أبي طالب بين عبادة وتقوى وورع، بل هو الزهد بعينه. وقل ما تجد إنسانا يجمع بين هذا، بين زهد في الدنيا وبين عبادة وبين علم وبين جهاد وبين ورع وبين قضاء وبين حكم بالعدل. هذا هو الإمام علي، ظل شبابه كله في عبادة وتقوى وورع وزهد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له بعد أن توفي أبوه، قال: اذهب فادفن أباك وواله التراب. فلما دفنه رجع، قال: اغتسل، فاغتسل فرجع. يقول: فدعا لي بدعوات، الله أعلم ما هي هذه الدعوات، قال: دعا لي بدعوات ما أحب أن لي بها حمر النعم وسودها، لو أعطى بهذه الدعوات الدنيا بأجمعها لأقبل. ما الذي دعا له بها؟ الله أعلم، لا زال يذكرها الإمام علي إلى آخر حياته. دعوات النبي يدعو لهذا الغلام، يدعو لهذا الصبي. يوم من الأيام يقول علي لأصحابه، قال: والله إنه لعهد عهده النبي إلي، عهده النبي إلي. تعرف ما هذا العهد؟ احفظ هذا العهد وبلغه للبشر وأخبرهم أننا نؤمن بهذا. قال: إنه لعهد عهده النبي إلي، لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. لا يبغض عليا إلا منافق، ولا يحب عليا إلا أهل الإيمان، إلا أهل التقوى. تعرف لما؟ لأنه علي من؟ ابن عمه رسول الله، أخوه بعد الهجرة،
صهره، من عمه سيد الشهداء، من ابن عمه جعفر الطيار، من زوجته سيدة النساء الزهراء، من ولداه سبطة رسول الله سيدا شباب أهل الجنة. رأيت رجلا له الفضائل مثل فضائل علي؟ اسمع ماذا يقول عن نفسه ويقال عنه على لسان حاله: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن عمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. هل رأيت رجل له مثل هذه المزايا؟ إنه الإمام، إنه الجبل، إنه الشجاع، إنه البطل، إنه أبو الحسن، أرسله النبي. لما ذهب النبي إلى تبوك خلفه على المدينة، فقال المنافقون: يا علي، تركك النبي مع الصبيان ومع النساء وذهب بالرجال. فكانه حزن، فقال: يا رسول الله، تتركني مع النساء؟ علي سوف نرى بعد قليل بطل في الجهاد والأول. فقال: تتركني مع النساء وتذهب يا رسول الله؟ قال: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. كيف هارون من موسى؟ لما ترك موسى هارون عند قومه وذهب ليكلم ربه قال نفس الشيء: الآن نتركه عند قومه وأذهب للجهاد في سبيل الله. فرضي، بل إنه أرسله يوم من الأيام الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليمن يقضي بينهم. قال: يا رسول الله، ترسلني أنا؟ أنا أصغرهم سنا، فيهم رجال، فيهم أناس أكبر مني، كيف ترسلني أنا يا رسول الله؟ فقال: اذهب يا علي، إذا فإن الله مثبت لسانك، فإن الله مثبت لسانك ومهدي قلبك، أي الله معك يا علي، اذهب، فإن الله عز وجل سيثبت لسانك ويهدي قلبك. وما أذكر لك من أحاديث ثابتة في كتب أهل السنة، هذا بعض وفيض من غير، وإلا فللإمام علي فضائل ومحاسن. بل يوم من الأيام تكلم فيه أحد الناس فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. تعرف ماذا قال؟ قال: ما لكم ومالي، شيكم، ما لكم ومالي، من آذى عليا فقد آذاني. كأنه آذى النبي عليه الصلاة والسلام. من كان يضحي بنفسه كعلي يوم الهجرة، هاجر النبي مع صاحبه أبي بكر، لكن من يفدي النبي بنفسه؟ إنه علي. هذا وقتك يا علي. قال: تنام في فراشي، الفراش الموعوذ بالقتل، الفراش الذي ستسيل عليه الدماء، الفراش الذي تتكالب عليه السهام والسيوف والرماح، ستنام فيه يا علي، فداء لمن؟ لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم يتردد الإمام علي، فأعطاه النبي رداءه، أعطاه النبي بردته التي يتسجى بها، برد حضرمي أخضر حتى يتبين الأمر كأنه رسول الله. فنام الإمام علي، نام والنبي يقول له: نم يا علي، فإن الله حافظك، فإن الله عز وجل حافظك. عباد الله، أما تشتاقون إلى الجنة؟ كلنا نشتاق إلى الجنة، لكن الإمام علي غير. الإمام علي الجنة هي التي تشتاق لها. اسمع الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الجنة تشتاق إلى ثلاث، من هم؟ علي وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي. الجنة بنفسها هي التي تشتاق إليهم. تعرف ليش؟ لأن الإمام علي ضحى بنفسه لهذا الدين. انظر إلى بطولاته، انظر له حتى تقتنع بأن الإمام علي رجل لا كغيره من الرجال، وصفحة نادرة، بطولة بنفسه. في معركة بدر، في معركة بدر قام عتبة، تعرفون عتبة بن ربيعة أشد الناس عداوة للرسول، وشيبة وابن عتبة، ثلاثة من أشد كفار قريش عداوة لرسول الله، قاموا فقالوا: من يبارز؟ من يبارز؟ وعادة العرب قبل الحرب المبارزة، يتشتعل المعركة، يحمل وطيس. قالوا: من يبارز؟ فخرج شباب من الأنصار، فقالوا: لا، من أنتم؟ قالوا: شباب من الأنصار. قالوا: ما نريدكم.
نريد أبناء عمومتنا، يريدون أهل قريش المهاجرين يقاتلونهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قم يا حمزة أسد الله. قم، قام حمزة. قم يا علي، قام علي. قم يا عبيد بن الحارث، قام الثلاثة الأبطال. وكان علي أصغرهم سنا، شاب صغير لكنه بطل، لكنه رجل نفتقد هذه الأيام أمثال علي. في المحراب يبكي، في الصلاة قائم تدرف عيناه، زاهد في الدنيا، عالم بالحلال والحرام، يقضي بالعدل، وفي ساحات الوغى هو البطل، هو الرجل، هو الشجاع. فتقدم الثلاثة، فما كان من حمزة إلا ضربه ضربة فقتل صاحبه، وما كان من علي إلا واجه شيبة الخبيث الآخر فواجهه بضربة فخر على الأرض صريعا. أما عبيدة فاختلف الاثنان، هذا ضرب هذا وهذا ضرب هذا، فكر عليه حمزة وعلي فقتل المشرك. ورجع الثلاثة فأنزل الله عز وجل فيهم: هذان خصمان، حمزة وعلي وعبيدة، والثلاثة عتبة وشيبة وابنه، هذان خصمان. فيما الخصومة؟ اختصموا في ربهم، قضيتهم الله، هذا يقاتل لأجل الله وهذا يقاتل حربا لله. إنه علي بن أبي طالب، اسمع إليه ماذا حصل معه في غزوة الخندق. بعض الناس يظن غزوة الخندق ما صار فيها قتال، نعم ما صار فيها قتال، لكن صار فيها مناوشات، وتسلل بعض المشركين من الخندق، وصارت بعض المبارزات وبعض الرمي، حتى أن سعد أصيب في ذلك اليوم ومات على إثرها رضي الله عنه. فتقدم رجل يسمى كبش الكتيبة، هذا رجل اسمه عمرو بن عبد ود العامري، ينتظر من بدر ساعة الانتقام، يريد أن ينتقم من رسول الله. سنوات ظل هذا الرجل لا يمس شعره دهنا، يقول حتى أقتل محمدا. رجل بطل قوي شجاع، ترس يقولون بالحديد، جهز نفسه حديد من رأسه إلى أخمص قدميه، ينتظر هذه اللحظة. فتقدم الرجل واخترق الخندق ونادى في الناس: هل من مبارز؟ ألا هل من مبارز؟ قال علي: أنا لها يا نبي الله. قال: يا علي اجلس، إنه عمرو. هل تعرف من هذا الرجل؟ هذا عمرو، وأنت شاب صغير، هذا رجل كبير، لا مقارنة في الجسم ولا في الخبرة ولا في السلاح. اجلس. فنادى الرجل: ألا هل من مبارز؟ ألا هل من مبارز؟ وأخذ يقول شعرا من ضمن الشعر: أين جنتكم؟ تريدون الجنة؟ تعال. فقال علي المرة الثانية: أنا لها يا نبي الله. قال: اجلس يا علي، إنه عمر. فنادى الثالث مرة ثالثة: ألا هل من مبارز؟ ألا هل من مبارز؟ ويقول شعرا، والصحابة كلهم ثاروا. فقال علي: أنا لها يا نبي الله. قال: إنه عمر. قال: وإن كان عمرا خلي يكون عمر، أنا لها يا نبي الله. قال: اخرج يا علي، والنبي يحبه، حب عليا حبا جما، تربى عنده مثل ابنه وأخوه بعد الهجرة. قال: اخرج يا علي. فخرج علي في نفس القافية يرد عليه شعر، شعرا بشعر. انظر ماذا قال علي: لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، في نية وبصيرة والصدق من جاء كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. اصبر، ما هي للحظات سأقيم عليك الجنازة والنياحة يسمعها الناس عليك. شوف الإمام علي إلى الآن ما بدأت المبارزة، لكن شعرا بشعر، والإمام علي عنده فصاحة، عنده بلاغة، هؤلاء عرب. فلما تقدم إليه علي قال له: من أنت؟ قال علي: قال ابن فلان. قال: لا، ابن أبي طالب. قال له عمر، وكان رجلا كبيرا. قال: يا ابن أخي ارجع، ارجعني، انطلعيني شاب صغير،
ارجع فإن من أعمامك من هو أسن منك. يريد من؟ يريد كبار الصحابة. قال فإن من أعمامك من هو أسن منك، ارجع ارجع، فوالله ما أحب أن أقتلك. يقول عمر لعلي، قال يا عمر أما أنا فوالله إني أحب أن أقتلك. هذا أنت ما تحب تقتلني، أنا أحب أقتلك. فغضب وثار عمر. شاب يقول فيه مثل هذا الكلام، ما يعرف علي من عمر. فقام عمر ورفع سيفه وبدأ القتال. فاقترب عمر إلى علي فضرب درقة علي وشجها وأصيب علي وثار الغبار وارتفع الغبار، ولا أحد يعرف من الطرفين ما الذي يحصل. الغبار ارتفع والرؤية انعدمت، ومرت لحظات. كيف كان حال النبي في ذلك الوقت؟ كيف كان وضع الصحابة؟ كيف كانت قلوبهم؟ بما يفكرون؟ المقارنة ما في مقارنة. في الظاهر عمر هو الغالب، ما مرت لحظات إلا سمع النبي تكبيرا ممن؟ من الصحابة، الله أكبر الله أكبر، وقشع الغبار الله أكبر. وإذا بالإمام علي قائم على عمر رافعا سيفه والرجل مقتول تحته، وأراد علي أن يأخذ درعه، يسلبه درعه، درع غالية. فلما أراد أن يأخذها وجد أن عورته انكشفت، فوضع الدرع ورجع الإمام. شوف لأخلاقه، ترك الدرع حتى لا تنكشف سوءته، فرجع وجاء بالجثة الجيفة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول مسرور، الله أكبر، قتل عمر كبش الكتيبة. يعني هذا الرجل الذي مثل ما نقول الرجل انتحاري الآن يدخل. فقال المشركون أعطونا جثته ب10,000 درهم، نريد جثته جيفة. فقال النبي لأصحابه أعطوهم إياها بلا ثمن، نبيع جثة مثل هذه جيفة نتنة، أعطوهم إياها بلا ثمن، فإنه خبيث في محياه ومماته، إنه علي من المؤمنين، من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وسام شرف لعلي بن أبي طالب في غزوة خيبر. سمعنا الوسام، الرسول يقول للصحابة لو أعطينا الراية غدا، الحصن ما فتح أيام والحصن إلى الآن لم يفتح. فقال النبي لا أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. سهل جدا أنك تحب الله، وسهل أن نزعم أننا نحب الله ورسوله، لكن الصعب أن تعطى شهادة أن الله يحبك. فيعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فنام الصحابة تلك الليلة يدوكون ليلتهم، من يعطى الراية؟ فضيلة وسام شرف. فجاء الصحابة كلهم في الصباح يريدون الراية، ما يريدون شرف الراية، يريدون شرف حب الله، ينتظرون من يعطى الراية. فسأل النبي أين علي؟ قالوا يشتكي عينيه يا رسول الله، فيه رمد. قالوا نادوا عليا، ما يستحق الراية في ذلك اليوم إلا علي. قال نادوا عليا، فنادوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فبصق النبي في عينيه ثم برئتا كأن لم يكن بهما شيء، وأعطاه النبي الرائح وقال يا علي انفذ على رسلك ولا تلتفت ولا تلتفت وأتي إلى القوم. فمشى علي ولم يلتفت، فنادى وهو لم يلتفت ينادي النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله، والرسول وراءه لأنه مستجيب متبع ما يلتفت، قال يا رسول الله على ما أقاتلهم؟ على أي شيء أقاتلهم؟ قال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقال له ادعوهم إلى الإسلام، فوالله لن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. وإذا بعلي يتقدم، وإذا بعلي يتقدم، فخرج من يهود أشجعهم وأقواهم للمبارزة. من؟ إنه رجل يسمى مرحب. سمعتم بهذا الرجل، عند سيف مكتوب عليه هذا سيف مرحب، من يذقه يعطب. يعني لا أحد يقاوم هذا الرجل إلا وعطب، قتل.
هذا سيف من هزم به مرحب أبدا. فخرج مرحب يقول في الناس: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. خرج له الإمام علي قال له: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أمي تربيني على أني أسد، أمه ما تربيه على دلع البنات، أمه ما تربيه على حب الكافرين، أمه ما تلبسه ملابس فيها ما تعرف تفرق بينه وبين الفتيات، أمه ربته منذ نعومة أظفاره أنك يا علي حيدرة أنت أسد. قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، أكيلهم بالسيف كيل السندرة. تعال يا مرحب. وإذا بعلي ومرحب يلتقيان، فما كانت إلا ضربة من الإمام علي ضرب رأسه وخر مرحب على الأرض صريعا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، نفسه لله، أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. في خلافة أبي بكر الصديق علي بن أبي طالب، أبو الحسن ذهب يبايع أبا بكر أمام الناس ليشهد الملأ أن علي بن أبي طالب يبايع أبا بكر ويرضى ببيعة أبي بكر، بل كان أبو بكر الصديق في حياته كثيرا ما يرجع إليه، وإذا أشكلت عليه المسائل يأتي الإمام علي فيجلس عنده ويقول: أفتنا يا أبا الحسن، أفتنا يا أبا الحسن. بل الإمام علي من حبه لأبي بكر لما ذهب أبو بكر يقاتل المرتدين ما رضي الإمام علي، قال: يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، لا تفجعنا بنفسك، لا تفجعنا بنفسك، اجلس في المدينة، دع غيرك يقاتل. وكان أبو بكر يصر على القتال بنفسه، وكان علي يمنعه عن الذهاب من حبه له. بل في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه كان الإمام علي حب الإمامة، يحب أمير المؤمنين عمر حبا جما، بل قال عمر، قال: لولا علي، يرجع إليه في المسائل، قال: لولا علي لهلك عمر. هذا كلام عمر من تواضعه رضي الله عنه. بل قال عمر بن الخطاب: كيف أهنأ بعيش في مكان ليس فيه أبو الحسن. هذا كلام من عمر رضي الله عنه. كان يحب أحدهما الآخر ويود أحدهما صاحبه. علي لما سمع أن الناس ثاروا على عثمان ما رضي، ذهب إلى عثمان بن عفان، شاهر سلاحه هو وابنه حسن، فذهب إلى عثمان أمير المؤمنين وقال له: دعنا نقاتلهم دونك يا أمير المؤمنين، دعنا نقاتلهم دونك يا أمير المؤمنين. ولسان حال علي يقول: ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا، ربنا إنك رؤوف رحيم. حصل خلاف بين علي ومعاوية، وعلي وعائشة، وعلي كان معه الحق رضي الله عنه، والبقية مغفور لهم من أصحاب فضل وسابقة في الإسلام، ولهذا ما حمل أحدهم على الآخر. لو تقرؤون القصة لعرفتم كيف كان علي في القتال يحفظ لعائشة مكانتها، وكيف كان يرسل أصحابه للدفاع عن عائشة. بل قيل له أن طلحة قتل، طلحة في الصف الآخر، فدمعت عينا علي، طلحة نزل من فرسه فنظر إلى علي ومسح الدمع عن وجهه. جاء عمران ولد طلحة، مبشر بالجنة أبوه، جاء عمران ولد طلحة فبكى علي وقال له: يا عمران، أسأل الله أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، يدعو له بالجنة، إخوانا على سرر متقابلين. يقول: أسأل الله أن أكون أنا وأبوك في الجنة نتقابل
ويجلس بعضنا مع بعض. يوم من الأيام علي في الخلافة كان أزهد الناس، ولا يرضى أن يبقى في بيت مال المسلمين شيء. شوف الذين ولوا الزكاة على المسلمين وولوا توزيع الصدقات على الفقراء، علي ما يرضى أن يبقى شيء في بيت المال. كان يوزع كل ما يأتي على الفقراء، على المساكين، على الضعفاء، بل كان يغسل البيت بعد أن ينفق المال فيكبر ويصلي ركعتين ليعلن أن إيمانه وصلاته تحطم الدنيا بأجمعها، لا يبقي لنفسه درهما ولا دينارا. بعد أن تولى الخلافة بنوا له بيتا جميلا. هو الخليفة، هو الأمير، هو الحاكم، أعظم دولة في ذلك الزمان، بنوا له قصرا، بيتا فخما. قال: من هذا؟ قالوا: قصرك يا أمير المؤمنين. قال: قصر ماذا؟ قالوا: قصر الإمارة. قصر الإمارة؟ قال: والله بيت الخبال هذا لا أسكنه. وذهب إلى بيته القديم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثيابه، تعرف كم كان سعرها؟ كم كان ثمنها؟ يلبس جلباب ثمنه 3 دراهم. هذا الثمن يلبسه فقراء المسلمين، بل عامة المسلمين يلبسون أغلى من هذا، لكنه الخليفة وثمن جلبابه 3 دراهم. يركب حمارا، يعني حتى ما يركب الفرس، ما يركب غيره. شوف ماذا يركب وماذا يلبس. فعاتبه الصحابة، أصحابه عاتبوه: يا أمير المؤمنين، أي لباس هذا وأي مركب هذا؟ تعرف ماذا قال؟ قال: دعوني، اتركوني. قالوا: لما؟ قال: أهن الدنيا، اتركوني يهينها. يوم من الأيام ذهب إلى السوق يبيع سيفه، عند سيف يبيعه، وقال: والله كم فلقت به هام المشركين ورددت به عن رسول الله، ويبيعه في السوق. قال: لما تبيعه يا أمير المؤمنين وهو الأمير؟ قال: والله لو عندي ثمن إزار أشتري إزارا بل يثيابه. يقول: والله ما بعت سيفي، ما عنده ثمن يشتري به إزارا، يبيع سيفه لأجل إزار. ماذا يقول اليوم عامة المسلمين قبل خاصتهم؟ ماذا يقولون؟ كم من ثوب نحفظه ربما لا نلبسه، نبحث عن غالي الثمن وإن كان نفس الجودة، نبحث عن المظاهر، أليس كذلك؟ نبحث عن كلام الناس وعن الفخر والخيلاء. وعلي ما عنده إزار، ما عنده إزار، ما عنده ثمن إزار، وأنت الأمير، أمير المؤمنين. يقول أحمد بن حنبل رحمه الله في الإمام علي، يقول: علي ما زانته الخلافة، ما تشرف بالخلافة يعني، بل الخلافة هي التي زانت بعلي، هي التي تشرفت بالإمام علي. شوف عمر الذي نضرب المثل بزهده وبتقواه وورعه، هذا الزاهد الذي ابن يوم من الأيام عمر بن عبد العزيز اشتهى عنبا فقال لزوجته: عندك درهم؟ قالت: ما عندي. لما؟ قال: اشتهيت عنبا. فحزنت زوجته، قالت: ما عندك؟ قال: والله ما عندي درهم أمير المؤمنين. قالت: لما تصنع هذا؟ أنت أمير المؤمنين ما عندك درهم تشتري عنب؟ قال: هذا أهون علي من معالجة الأغلال يوم القيامة. هذا عمر بن عبد العزيز. تعرف ماذا يقول؟ يقول: أزهد الناس في الدنيا علي بن أبي طالب. قل: متاع الدنيا قليل، قل: متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. كان عادلا لا يرى بالظلم في حكمه أبدا. يوم من الأيام قام في الناس خطيبا، الناس عندهم خدم، عندهم رعية، عندهم أولاد، عندهم حلال، عندهم أشياء يرعونها. فقام علي بينهم خطيبا فقال: أيها الرعاء، إن لرعيتكم حقوقا، الحكم بالعدل والقسم بالسوية. وكان علي إذا جاع أشبع نفسه بتمرة. هذا الإمام علي. يوم من الأيام افتقد درعه، سرقت درعه،
الإمام سرقت درعه، بحث عنها ما وجدها، ليست في البيت، من أخذها لا يدري، بحث فوجد يهوديا يمشي وعنده الدرع، يعرف درعه سنوات معه، فنظر قال يا يهودي هذه درعي، يا فلان هذه درعي. أمير المؤمنين يختلف مع أحد الرعية ومن يهودي، قال هذه درعي، قال لا بل درعي يا أمير المؤمنين، قال علي والله درعي، قال اليهودي بل درعي يا أمير المؤمنين. قالوا نختلف، نذهب إلى من؟ إلى القاضي. ذهب أمير المؤمنين مع اليهودي يشتكيان عند القاضي. قصة عجيبة ليست كذلك؟ لا يزعمون أننا متحضرون، لا لا، هذه الحضارة، اسمع الحضارة، علي بن أبي طالب الذي قتل مرحب اليهودي الآن يختلف مع يهودي نفسه، هو نفسه الرجل، لكن فرق بين حالة حرب وحالة سلم، فرق بين مقاتل وغير مقاتل. شوف علي العادل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، عدوا واقربوا للتقوى. جاء إلى القاضي، قال القاضي الدرع الآن عند اليهودي ماسك الدرع، قال درع من؟ قال اليهودي هذه درعي يا قاضي. قال يا علي ماذا تقول يا أمير المؤمنين؟ قال هذه درعي يا قاضي. قال عندك بينة يا إمام؟ عندك دليل؟ البينة على المدعي. قال والله ما عندي بينة، الأمير ما عنده بينة. فقال القاضي إذن الحكم أن الدرع لليهودي. فقام الإمام علي من مجلسه ليفارق المجلس، خلاص الحكم انتهى. فنظر اليهودي، ما الذي يحصل؟ ما الذي يجري؟ هل هذه حقيقة أم خيال؟ أنا نائم مستيقظ، قام الأمير والقاضي حكم والدرع بقيت وعلي يمشي. فناداه اليهودي يا أمير المؤمنين ارجع ارجع ارجع. رجع الأمير، فاعترف اليهودي، قال والله إن الدرع درع أمير المؤمنين، وهذه الأخلاق ما تعلمتوها من بشر، علمكم إياها رب البشر، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الإمام علي إذن تبقى الدرع عندك يا أخي، تبقى الدرع عندك هدية من الإمام علي. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. في الكوفة دخل عليه رجل، الإمام علي هو الخليفة أمير المؤمنين، يقول وجدته يرتعد من البرد. تدري ليش؟ الإمام علي ما عنده ثوب يلبسه، ما عنده ثوب، يقول رأيته يرتعد من شدة البرد. فقلت له يا أمير المؤمنين لما تصنع هذا؟ قد جعل الله لك ولأهل بيتك من بيت المال، يعني عندكم حق تلبس لباس على الأقل. فقال الإمام علي قال والله لا أرزأ من مالكم شيئا، ما أريد شيئا من مالكم، هذه القطيفة، هذا الثياب التي جئت بها من المدينة، لم يأخذ شيئا وهو أمير المؤمنين، لم يأخذ درهما ولا دينارا، حتى قيل فيه يقيم الحق لا يرتاب فيه، ويعدل في العدا والأقربين، ونفسا لم تذق طعم الدنايا، ولا لذت من الدنيا طعاما، غداها الدين مذ كانت فشبت، على التقوى رضاعا وانفطاما. يوم من الأيام خرج إلى الناس ودرعه مرقع وثوبه بالية، فعاتبه أصحابه يا أمير المؤمنين أنت اليوم غير، تزعيم أكبر دولة في العالم، العالم كله يرهب من اسمك وتلبس هذه الثياب. قال يقتدي به المؤمن ويخشع له القلب، الله أكبر، وإنه الإمام علي يبحث عن خشوع القلب، وهل الثياب تؤثر بالإمام علي؟ إن من الذين قال الله فيهم وعباد الرحمن، وعلي منهم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يوم من الأيام يقولون رأيناه في محرابه، وهذا كثير في الليل إذا أرخى الليل ستوره، يجلس علي في محرابه يقبض لحيته ويبكي، تعرف ماذا يقول؟
مبشر بالجنة. يقول رضي الله عنه: يا دنيا، ما في أحد عنده يبكي، يقول: يا دنيا، أبي تعرفت؟ أم بي تشوفت؟ هيهات هيهات، غري غيري، بتتك ثلاثا، طلقتك ثلاثا، فعمرك قصير، وعيشك حقير، وخطرك كبير. ثم قال: آه، وهو يبكي، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. له عم اسمه العباس، تعرفون العباس؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام. كلما رأى العباس قبل علي يديه وقال: يا عم ارضى عني، يا عم ارضى عني. شوف التواضع، شوف الأخلاق، مع أنه أفضل منه، مع أنه الإمام علي رابع الخلفاء الراشدين، رابع أفضل واحد في هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يتواضع ويقبل يد عمه العباس. بل كان علي بن أبي طالب من أشد الناس اتباعا لرسول الله، لا يقدم عقلا ولا رأيا على الحديث ولا على السنة. يوم من الأيام قال لأصحابه: لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين كل واحد على كيفه برأيه وعقله، لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهره، لأن الذي يتقدر الباطن، ولكني رأيت رسول الله يمسح على الظاهر، فلهذا أمسح على ظاهره. لا يقدم بين يدي النبي شيء، ولا يقدم على السنة شيء. مرت الأيام وعلي يقاتل، وعلي يجاهد، وفي محرابه يبكي ويتصدق على الفقراء وعلى المساكين، قمة في الزهد، قمة في التواضع، قمة في العلم، قمة في الجهاد، قمة في العبادة، في كل أبواب الخير ضرب أروع الأمثال. ومع هذا لم يرضى الناس عن علي. قام الخوارج في آخر حياته يثيرون الناس على أمير المؤمنين وما قاتلهم علي. قام السفهاء، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان على الإمام علي بن أبي طالب، يزعمون أن عليا كفر. الله أكبر، علي كفر. ليش علي كفر؟ لأنه لم يحكم بما أنزل الله. علي لم يحكم بما أنزل الله، وأنتم تعرفون ما أنزل الله، وعلي ما يعرف ما أنزل الله. قاموا يكفرونه، تجمع منهم 8000 رجل في مكان واحد، وكانوا يسمون القراء قراء. تدخل عليهم في المسجد لا تسمع إلا صوت القرآن، يقرؤون القرآن لكن لا يجاوز حناجرهم، يحقر أحدكم قراءته إلى قراءته. في الليل عباد، في النهار قراء، ومع هذا يكفرون الإمام علي. شوف الجهل، لا تقول جهل بل قل حماقة، حماقة. وهل يكفر أمثال الإمام علي؟ ومع هذا ما قاتلهم الإمام، وكان منصفا معهم في بادئ الأمر، ما قاتلهم. قالوا: يا إمام، أهم كفار؟ يعني هؤلاء الخوارج كفار؟ قال: كيف أقول كفار وهم من الكفر فروا؟ هم أصلا هربوا من الكفر، كيف أكفرهم؟ عادوا يكفرونه لكن ما يكفرهم. والإمام علي يوم من الأيام قام الخوارج لما بدأوا بسفك الدماء، هنا تغيرت سياسة الإمام علي معهم. جاءوا إلى عبد الله ابن خباب بن أرت، تعرفون خباب؟ من السابقين، من المعذبين في سبيل الإسلام. جاء إليه الخوارج فذبحوه، قتلوه. ثم جاءوا إلى سرية إحدى جواريه كانت حامل، فقتلوها وبقروا بطنها. شوف، تخيل قسوة، قتلوا الرجل مع المرأة وبقروا بطنها، مثلوا بهم، ثم تركوهما على الأرض، ثم مشوا إلى مزرعة ليأكلوا من ثمارها، فقالوا: توقفوا، مزرعة من هذه؟ قالوا: هذه مزرعة أحد النصارى أو اليهود، أهل كتاب، كافر. قالوا: كيف تأكلون منها بغير استئذان؟ الله أكبر. قالوا: هؤلاء بيننا وبينهم عهد، بينهم وبين الكفار عهد ألا يمسوا من ثمارهم شيئا، لكن سيوفهم على أهل الإسلام، كما قال النبي: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قاموا في زمن الإمام علي يريدون قتل الإمام علي، فقال ابن عباس: أنا لهم، دعني أذهب إليهم. قال: لا. فلما أصر ابن عباس أرسله الإمام علي،
فذهب إليهم. أول ما جاء ابن عباس شوف سذاجتهم، أول ما جاء إليهم ابن عباس بدأوا ينتقدونه قبل أن يتكلم، ينتقدونه بأي شيء؟ بثيابه التي لبسها، لابس ثياب حمراء ما يجوز، شوف ما عندهم حتى فقه. فابن عباس بدأ بسرد الأدلة لهم وبدأ يقنعهم وبدأ يسألهم بضعة أسئلة، فقام مع ابن عباس 4000 رجل غير رأيه. أليست هي مسألة عجيبة؟ بكلمات قليلة تغيرون أراءكم. سفهاء أحلام كما قال النبي، حدثاء أسنان أغلبهم صغار سن، ودخل بينهم منافقون واندس بينهم أعداء الإسلام وأثار المنافقون حفيظتهم حتى ازداد الأمر. الإمام علي رضي الله عنه صابر محتسب، فلما بدأوا القتل بدأ الإمام بقتلهم. جاء رجل من الخوارج اسمه الجعد بن بعجح، قال يا علي يا إمام اتق الله فإنك ميت. شوف الخارج يهدد، قال اتق الله فإنك ميت. فقال الإمام علي بل مقتول، يعني يبين ترى أنا ماني خايف وأنا مبشر بالقتل بالشهادة. قال بل مقتول ضربة على هذه تخضب هذه، يقصد لحيته، أشار النبي إلى المكان الذي سوف يضرب به. قال أشقى الناس اثنان، الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه، فتبل هذه يعني لحيتك. ثم قال الإمام علي عهد معهود وقضاء مقضي وقد خاب من افترى، فعل ما تفعل، أنا عندي موعد من النبي عليه الصلاة والسلام أنني أقتل وأضربها هنا. شوف الشجاعة التي يتميز بها الإمام علي. بل يوم من الأيام جاءه رجل آخر يرد عليه يا علي سوف تقتل. شوف الخوارج بدأوا يندسون وبدأوا يخوفون الإمام علي، ما دروا من الإمام علي الذي واجه المشركين بسيفه الآن تخوفون أنتم. فقال الإمام علي قال انظر، مع كل رجل ملكين يحفظانه، كل إنسان الله جعل له ملكين يحفظانه مما لم يقدر عليه، فإذا جاء القدر، إذا نزل القدر خلى يا بينه وبين القدر، يعني أما يكون أمر مكتوب فإنه لا مفر منه، وإذا لم يكتبه الله لن يصيبني. ثم قال الإمام علي وإن الأجل جنة حصينة، أنا متترس بالأجل، لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وكان دائما يردد الإمام علي، يردد شعرا جميلا، أشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك. دائما يرددها، تجهز للموت ولا تجزع من الموت. إنه الإمام علي بعد أن قتل من قتل من الخوارج، معركة الخوارج غير، وعند النهر سالت الدماء وقتل منهم من قتل، انتصر الإمام علي، جلس بعض الخوارج يدبرون مؤامرة للإمام علي، عبد الرحمن ابن ملجم، البرك بن عبد الله، عمر ابن بكر، ثلاثة من الخوارج مكروا مكرا. قال عبد الرحمن أنا علي علي أقتله، قال البرك أنا علي معاوية أقتله، قال عمرو بن بكر دعوني مع عمرو بن العاص، لأن الخوارج يكثرون الكل، حتى معاوية حتى ابن العاص كلهم كفار عندهم، كلهم خرجوا من الإسلام، وكانوا شعار الخوارج الحكم لله يا أعداء الله. صحيح صدق النبي فيهم كلاب أهل النار، قال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. تكفرون الإمام علي وتكفرون خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتقولون الحكم لله، ما أدراكم عن حكم الله ورسوله أنتم. وجاء ذلك اليوم الموعود في السنة 40 هجرية في شهر رمضان، دخل عبد الرحمن بن ملجم الكوفة وكان الإمام علي في الكوفة. انظروا ما الذي حصل، كان عنده خطة أن يقتل الإمام علي، وكان عنده سيف سممها أيام طويلة. رأى في الكوفة امرأة اسمها قطام ابنة الشجنة، هذه امرأة جميلة فاتنة وهي من الخوارج أيضا، وانتشر الخوارج في كل مكان. جاء إليها عبد الرحمن بن ملجم ليتقدم للزواج منها، أعجب به، الآن هو رايح يذبح الإمام علي، يقتل الإمام علي، لكن في الطريق أراد أن تزوج هذه المرأة. هذه المرأة قتل أبوها وأخوها على يد الإمام علي، من الخوارج أبوها وأخوها، وفي قلبها حقد على الإمام علي. فجلس معها عبد الرحمن، تجمع فاسق وفاسقة، مجرم ومجرمة،
قالت له مهري كذا وكذا من الدنانير والدراهم واوا. ولما انتهت قال وأن تقتل علي بن أبي طالب. انظر المرأة الخبيثة، قال لن تتزوجني حتى تقتل علي بن أبي طالب. فقال لها، قال والله ما جئت إلا لهذا. أمر سر لك الآن، كشف السر. قال ولكن تريدين أن أقتل عليا، إذن لا تريديني، يعني إما أن أقتل قبل قتله أو بعد قتله، يعني ما تريديني. فقالت له إما أن تقتله، فإن قتلت، شوف المرأة إيش تقول لك، فإن قتلت فما عند الله خير وأبقى من الدنيا. شوف الحماقة، كما قال النبي يقرؤون القرآن لكن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميح. والإمام علي ليس عنده حرس ولا جنود، وليس عنده جيش يحميه، هو في حمى الله عز وجل، يحرسه الأجل كما قال. أعطته مساعدا وأخذ مساعدا فصاروا ثلاثة، عبد الرحمن بن ملجم معه اثنان، اتفقا في تلك الليلة يوم الجمعة في الليل، بل ليلة الجمعة في 13 ليلة بقين من شهر رمضان، يعني تقريبا يوم 17 من رمضان، قام الثلاثة في الليل وانتظر علي يخرج من بيته، وكان علي يقيم الليل في بيته، فلما يقترب الفجر يخرج الإمام يوقظ الناس للصلاة، أمير المؤمنين يوقظ الناس لصلاة الفجر. خرج الإمام علي وبدأ يطرق الأبواب، أيها الناس الصلاة، وهذا مترصد، أيها الناس الصلاة، ويوقظ الناس لصلاة الفجر. الإمام علي يطرق الأبواب وهو قريب من المسجد، أيها الناس الصلاة، واقترب الخارجي، واقترب الخارجي، وعلي متوكل على ربه حتى وصل إليه فصرخ ابن ملجم، قال الحكم لله لا لك ولأصحابك، ثم رفع السيف وضرب بها الإمام علي على وجهه فسال الدم على لحيته، كما أخبر بذلك النبي، وكما قال أشقى الناس من يضربك يا علي. سقط الإمام، هاج الناس، ركضوا خلف ابن ملجم، مسكوه، حملوا علي بن أبي طالب إلى بيته، وظل يومان قبل أن يموت. جاء بعبد الرحمن بن ملجم إلى علي بن أبي طالب، فرأى الناس، علي يرى الناس غاضبين على هذا الرجل، فقال لأبنائه، قال يا بني، أولا قبلها قال من أنت؟ قال أنا عبد الرحمن بن ملجم. قال أهو أنت؟ قال نعم أنا. قال طالما أحسنت إليك. كان لعلي فضل على هذا الرجل. ثم قال لأبنائه يا بني تعالوا، جاء الحسن والحسين، قال الله الله بهذا الرجل، أحسن نزله وأكرم مثواه، فإن عش فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا، ما لكم شغل، قد أعفو عنه وقد أقتص، أنا الذي أفعل، أما أنتم أكرموا مثواه. قال وإن أمت، إن مت فألحقوه بي قصاصا نفس بالنفس. ثم قال أخاصمه عند رب العالمين، وإياكم وإياكم أن تقتلوا بي سواه، واحد تقتلون لا تقتلوا غيره، فإن الله عز وجل لا يحب المعتدين. مر يومان، وفي يوم الأحد، ليلة الأحد من رمضان سنة 40 للهجرة، خرجت نفس طاهرة من جسدها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بكت النساء، بكى الرجال، بكى الصبيان، خيم الحزن، غسل علي بن أبي طالب ابناه حسن والحسين وعبد الله بن جعفر، وصلى عليه ابنه الكبير الحسن، صلى على الإمام علي، ثم قام الحسن خطيبا في الناس فقال أيها الناس، أيها الناس، قد فارقكم أمس رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون. أبوه يتكلم يرثي أباه، قال لقد كان رسول الله يبعث البعث فيعطيه الراية، يعطي الإمام علي، قال فما يرجع حتى يفتح الله عليه، جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره، ما ترك بيضاء ولا صفراء، لا ترك ذهب ولا فضة.
ما ورث أهله منه شيئا، قال إلا 700 درهم كان يدخرها ليشتري بها خادما. ما عنده خادما، لأن النبي أوصاه هو وفاطمة بالتكبير 34 والحمد 33 وتسبيح 33، قال خير لكم من خادم وخادمة. وعلي لم يتركها أبدا طوال حياته. رحل الإمام علي، رحل عظيم من العظماء، غادر هذه الدنيا، لكن هذه الأمة لا تزال تنجب العظماء ولا تزال تبقي الأخيار، ولن تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. بهذا نكون قد اتممنا الأربعة الخلفاء أعظم هذه الأمة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هؤلاء الأربعة العظماء اتممنا سيرتهم، ولازال في الأمة عظماء. نتواصل وإياكم إن شاء الله في حلقات وفي دروس مقبلة. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على قوم الكافرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.